نور قلبك مع أسماء الله. نور قلبك. المهيمن والمحيط من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال الله: السلام المؤمن المهيمن. وقال الله: وكان الله بما يعملون محيطا. فالمهيمن المطلع على خفايا الأمور والقائم على خلقه بما يقيم حياتهم ومعاشهم. وأما المحيط فالإحاطة لها معنيان. المعنى الأول إحاطة علم، فهو يعلم كل ما يدور في كونه، فهو يعلم خفايا خلقه ويعلم تفاصيل أحوالهم، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأيضا إحاطة قهر، وهو المعنى الثاني. قال الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فهما اسمان متداخلان يدلان على كمال ملكه وقدرته وتصريفه وتدبيره، فسبحان الله عما يشركون. نور قلبك مع أسماء الله. نور قلبك.